عمر. اوكي ما عنديش مشكله بالعمر. احكي؟ احكي لانه محتاج هنا تحكين. ما عنديش مشكله بالعمر. اكيد لا، مواليدي 1992. 92 زين. اني سؤالي من غير باب، دائما بمشاكلك اسراء ويا الفنانات خصوصا تعايرين بموضوع العمر، يعني ما ادري اذا هذا اللفظ ينحكي او لا. يعني ليش تعايرين بهاي اللفظ اللي يدل على انه هاي المراه كبيره بالعمر؟ لانه عيب وحده اكبر مني بدل ما تكون قدوتي تكون تحاربني، عيب. مو تعيير بالعمر هذا؟ لا عادي، انا محصر هيك. شو تصيرين؟ اصير ايه؟ زين بس اصير ايه؟ اوكي زين.